تطوير المشروع وإيجاد الآليات وتنفيذ لإيجاد آليات ومناسبة لتنفيذ هذه المشروعات. ولذا فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية فإنها مهمة جدا. لابد أن الناس أن تنظر أن هذا المناخ كأنها منصة عالمية التي تستخدم إلى التزامات كاملة لحماية أرواحنا وأرواح المجتمع وإلى التنفيذ، ولكن بحاجة أيضا إلى تعزيزها وترويجها وأيضا تقديم كل المبادرات والجهود التي تساعد أيضا في توفير الخدمات للمنصات العالمية التي تكون متاحة لجميع الشركاء، الشركاء من القطاع الخاص لنصل إلى الحياد الصفري. نحن أيضا نعمل سويا أن نملأ الفجوات وأيضا ننظر إلى عملية الأسواق وأن نكون أكثر اختيارا فيما يتعلق بموقفنا أيضا في الإجراءات العمل التي نقوم بتنفيذها. أنا أؤمن إيمانا شديدا أن لديهم دور كبير، وخاصة بالقطاع الخاص التي تحدثنا عنها، ربما تحدث عنها في السنوات القليلة المقدمة. ونحن أخيرا أن هناك مباشرة فيما يتعلق بالمبادرة لا تبد أن نأخذ من كل الجهات والقيادات أن تسعى إلى عملية التحويل والتحول إلى الحياد الصفري، وهذا يحتاج إلى التزامات وريادة سياسية قوية. ولابد أن نعمل سويا في كل الدول وأيضا على قطاع المجتمع المدني والمجتمع الحكومي أن توفر وتدعم عملية التخلص من دعم الحقود الأحفوري، أنه أيضا يبدأ توفير التشريعات المناسبة لتساعد إلى عملية تحقيق الهدف 1.5 درجة مئوية. نحن بحاجة إلى إيجاد الآلية المناسبة، وأرجح هنا أن نصل إلى عملية التوصيفات المناسبة لتدعمنا في تحقيق الحياد الصفري، وأيضا في تقديم أنه كهدف أساسي لنا. ومرة أخرى أشكر المجموعة على مساهمتها والتي تثق فينا، وخاصة فيما يتعلق بتقديم الجهود وتحقيق الحياد الصفري. وشكرا. الأمين العام، شكرا لك على قيادتك ورؤيتك والمضي قدما. نحن الآن ننتقل إلى السادة من الخبيرة عالية في المستوى.